السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى تصريح قائد المنتخب المصري محمد صلاح بعد فوز على المنتخب المغربي في دور الربع النهائي من بطولة كأس أفريقيا المقامة بالكاميرون. سوف نرى جميع التصريحات التي أفداها محمد صلاح بعد الفوز. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلك كل جديد. ولنمر الآن إلى تصريحات النجم ليفربول محمد صلاح. أبدى الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي سعادته الغامرة بالفوز على المنتخب المغربي والتأهل إلى نصف النهائي بطولة كأس أفريقيا 2021. وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت مساء يوم الأحد في الربع النهائي من البطولة القارية أفريقيا. وحصل القائد الفراعنة على جائزة رجل المباراة بعد أحرز الهدف الأول للمنتخب المصري وصنع الهدف الثاني الذي سجله تريزيكي. ومن جانبه قال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة: لقد قتلنا بقوة طيلة المباراة، كان علينا التركيز وهذا ما حدث في النهاية، فزنا في المباراة وصعدنا إلى نصف النهاية. طبعا هذه هي تصريحات من أهم التصريحات التي أفداها محمد صلاح بعد مباراة المغرب. وتابع أيضا قوله: منتخب مصر يتمتع بالخبرة الكبيرة، لقد تحدثنا سويا أكثر من مرة، الجميع لديه رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير المصرية وإعطائهم فرحة لازمة. وأضاف صلاح: على الرغم من أننا خضنا مبارتين بوقت إضافي خلال 6 أيام فقط، لكن كان علينا التركيز وهذا سبب الفوز، نحن كنا شجعان في المباراتين وهذا ما قلته للاعبين. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني مساء يوم الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا، طبعا بالتوفيق للمنتخب المصري فهو المنتخب العربي الوحيد المازال في البطولة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله وإسعاد الجماهير العربية والجماهير المصرية. ولا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو سلك كل جديد، وإلى اللقاء.